الثامن مارس من كل عام وعيد عالمي يحتفل به كرمز لتكريم المرأة حيال أعمالها واجتهادها في تنشئة الأسرة والمجتمع. والعينة الخالة لويزا ببلدية لياشير بولاية برج بوريريج في واحدة من النماذج الحية في الزراعة المنزلية وخدمة الأرض بكل تفان وإخلاص وحب لا متناه. مرأة في لحية نحب نخدم هكذا، والقمح الشعير الفارين هاله بقرة الدجاج بحيرة الزيتون بحيرة كي نديرو ثاني الفلفل الطماطم الجريويات الدليع الفقوس نخدمو. نحب نخدم هكذا مرأة في اللحية نحب نخدم، نحب نفلح في لحة هي اللي هي الصح هي الملح، ما كانش يعني حتى حاجة مليحة قد الفلح، فيها كلش، فيها البقرة تشربي الحليب، فيها القمح الزرع تاكلي النعمة، فيها البيض تاكلي ديري الدجاج تاكلي البيض، فيها ديري المال تاكلي الخروف، ديري فيها كلش. راني نكافح راني نخدم هاني ولا غاية في عمري 70 سنة ونجري عليها حتى نحبس، هاي نجري بزاف ثاني عليها ونحبها في صحتي مليحة فيها نخدم نجري من عيش خلاص. من الياشير إلى قرية وراسن ببلدية القصور أين وجدنا السيدة صليحة تدير مزرعتها بتفان دائم شأنها شأن حفاظها على التراث الثقافي عبر صنعها للأواني الفخارية التقليدية. نحب الفلاحة، نحب الخدمة نتاع الفلاحة، نخدموا الفلاحة بزاف من بكري هذه الخدمة نتاعي أنا، وزيد أنا في 70 ولو كان نروحوا تاع لاج تاعنا هذا يقولوا ما كانش الجيل هذا، ما كانش في الجيل هذا اللي يعرفوا يخدموا خدمتنا. نعرف نخدم القربه، نعرف نخدم الشكوى، نعرف نملي سطين، نعرف نحي البرنوس، نعرف نحي الملحفه، نعرف نحي الحي كيما نقولوا تاع الصوف، نحي مغطوس في الحنه مسبوغ في الحنه، نحي مغطوس نحي عده حوايج. ما لازمش نخلو الخدمه تاعنا هذه وما نخلوش هذا الصنعه تروح لنا، لازم احنا نوجهوها للجيل الصاعد ما خلوهاش تموت. المرأة الريفية ومنذ القدم لا تزال تثبت كل مرة تفانيها في أداء واجبها ومساهمتها الكبيرة في الحياة الريفية.